اليوم كاين واحد التحول كبير في قطاع سيارات الاجره، خصنا ننتبهوا لهذه المساله. هذه هو هذا المشكل اللي خلق جدل، هو مشكل المأذونيه، الجريمه. هذه الجريمه اللي صراحه عرضت عدد مهم من المهنيين للتشرد، عدد مهم من المهنيين اللي تحجز لهم على الممتلكات ديالهم بسبب هذه الجريمات. اليوم حال الوقت للتخلص من هذه الجريمه. اليوم عدد كبير من المهنيين اللي كيسوقوا الطاكسي هذه سنين وما استفدوا والو من القطاع، لان القطاع فيه ثلاثه الاطراف، فيه مول المأذونيه اللي بارك في دارو كيدي واحد الطرف ديال الفلوس، وكل 12 عام كيدي 20 مليون، وفيه الجزء الثاني هو المستغل اللي عقد نموذجي، هو اللي عنده العقد والسياره، المصير ديالو حتى هو محسوم، اصبح محسوم يعني من بعد 12 عام عند الحق مول الكريمه يدي لي كريمته ويمشي يكريها لواحد اخر. والحلقه الاضعف هو داك السائق اللي خدام بالكشيفات ديالو. اليوم حال الوقت لهذاك السائق المهني باش نعطيوه رخصة عن طريق ولاية جهة الدار البيضاء سطات بالتطبيق ديالها، ويكون كتوفر فيه الشروط ديال السائق المهني. عدد كبير ديال السائقين المهنيين عندنا في المغرب فيهم الشروط، هو انه كي بوانتي، عنده بيرميت كونفيونس، عنده البطاقة المهنية، كتوفر فيه جميع الشروط. هذاك هو اللي خاصو يستحق هاد الرخصة اللي كنطالبوا بها، وغنكونوا نموذج كباقي الدول اللي خاصها توظف راسها وننتقلوا من هذه المأذونية والاحتكار ديالها، لان حتى الناس الملاكين ديالها اصبحوا قلال، اصبحوا غير الورثه. اما الناس اللي تعطاتهم هذه سنين ديال 50 عام و40 عام، هاد الناس توفوا وبقاو ولادهم شي كيورث لشي. اذا حال الوقت هذا اللي غادي يورثها من الاب ديالو، هو موظف، هو طبيب، هو عنده عده وظائف، حتى ديك المأذونية ما حاجتوش بها. اذا اللي حاجتو بهذه الرخصه، ونتنقلوا دابا من الاسم ديال المأذونية، نتنقلوا من الرخصة لنكونوا حنا بحال الدول النامية. انت سائق مهني كتوفر فيك الشروط، كتمشي للجهات المختصة وكتطالب برخصة وكتعطيهم السيارة اللي غتحط، كيعطوك دفتر التحملات وكتخرج برخصة اللي كتأدي الواجب ديالها، واجب اللي كيكون واجب رمزي للدولة، وكيكون عندك تطبيق. وهنا غنخرجوا من هذا الجدال ديال هاد السائقين. وتا واحد ما كان راضي على الفيديو ديال البارح، تا واحد ما كان راضي على الفيديوهات اللي تطيحوا كل نهار فيهم سائقين اللي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هاد السائقين اللي كيقول لك فين غادي، هاد السائقين اللي ما كيهزوش ثلاثة، هاد السائقين اللي عندهم مشاكل، شنو السبب؟ السبب هو هاد المأذونية، هو غلاء الروسيطة. الروسيطة صبحات غالية على داك السائق، إذا عنده خاصو يوفر على الأقل، على الأقل خاصو يوفر واحد 600 درهم و550 درهم على حساب المازوت، أنه المازوت غالي وما استفدناش من الدعم. هذه مدة ديال 4 شهور ما استفدناش من الدعم. إذا خاص هذا السائق المهني إمتى غادي يوصل لهاد 550 600 درهم؟ ما كيوصل لا ثلاثة العشية حتى الربعة العشية، إذا بقات عنده ساعتين ديال الخدمة ما يدير ولادو. إذا هاد الضغط اللي على هاد السائق اللي كيدير عدة حوادث، واللي كيدير هاد السلوك، واللي ما كيحترمش عدة مشاكل، أنا ما كنعممش إلا البعض. خاصنا اليوم نقلوه ونكرموه ونشرفوه ويكون كيأدي واحد الواجب مهني في المستوى العالي. خاصنا نخرجوه من هذا الاقتصاد الريع، لان حتى انا شعبان مصطفى ضحيه اقتصاد الريع، وعدد مهم من السائقين تعرضوا للتشرد. هاد السائق اللي كندوي عليهم هما الملاكين ديال السياره والعقد النموذجي اللي المصير ديالهم محدود في 12 عام. اليوم خاصنا نتنقلوا من هذه المأذونيه ونتخلصوا منها، لان اكل عليها الظهر وشرب، ونتنقلوا الرخصه عن طريق وزاره التجهيز والنقل للسائقين المهنيين اللي كتوفر فيهم كيف قلت قبيله الشروط ديال السياقه
اللي في المستوى والمستوى العالي. إذن هذا هو الانتقال اللي خاصنا نتنقلوه، وغادي نعطيو خدمات ذو جودة عالية في المغرب، وما غيبقاوش يكونوا هاد الفيديوهات اللي صراحة حتى حنا كيضرونا وكيضرونا بزاف. كنطالبوا بتحرير قطاع سيارة الأجرة من المأذونية ومن اقتصاد الريع، لأنه فعلا هذه مدة طويلة وحنا كنعانيوا من هذا المشكل ديال المأذونية، فيه واحد الحلاوة اللي كتساوي 20 مليون ولا 30 مليون، فيه 50 ألف ريال في الشهر. الناس ما محتاجينش لهذه المبالغ، الناس كيسترزقوا من قطاع سيارة الأجرة، والمهنيين كيتشردوا وكيعانيوا وكيسوفريوا من جراء المبالغ الروسيطه اللي هي كدير 300 درهم 400 درهم. الان كنفكروا اننا نطالبوا الدوله ونطالبوا الحكومه باش تقنن لينا هذا القطاع ديال سيارات الاجره، والمهنيين اللي حاملي بطاقه المهنيه وحاملي رخصه ثقه باش يعملوا لهم ترخيص يتسمى سيارة أجرة ذكي أو سمارت تاكسي برو بروفيسيونيل، يعني سمارت تاكسي بروفيسيونيل، سيارة ذكية، سيارة أجرة ذكية يعني بالمهنية بشروط المهنية، باش نحيدوا هذا المشكل ديال هذا النقل السري عبر التطبيقات، نحيدوا هذا الشنآن اللي كاين، نحيدوا هذا العبء الكبير اللي كاين على السائق المهني في سيارات الأجرة. اليوم كنطالبوا جميع النقابيين، جميع المهنيين ديال سيارات الأجرة يطالبوا بحقهم في رخص باش يشتغلوا ديريكت مع العمالة أو مع الولاية بترخيص من العمالة أو من الولاية أو من الجهات المعنية، يرخصوا للسائق المهني ويعملوا تطبيقات، يعني في دفتر التحملات ديالهم يكون دفتر التحملات يكون فيه في المحتوى ديالو الاشتغال بالتطبيقات او الاشتغال بالتكنولوجيا. الاخوان اللي هما تيخلصوا هذاك المبالغ ديال 300 درهم و 400 درهم ديال الروسيطة غادي يولي كيشتغل لشخصه وما يبقاش دوك الفلوس يعطيهم لذاك المستغل او لصاحب المأذونية مبالغ ماليه اللي كتنهك الشيفور وكتنهك السائق المهني في الجيب ديالو يوميا. يوميا كينوض كيضرب تمارة على قبل مول الكريمه ولا على قبل المستغل. هذاك السائق المهني محروم من الترخيص. شنو السبب اللي خلاه يبقى محروم من الترخيص؟ هو هذه المأذونيه، هذا النظام المأذونيه. نظام المأذونيه يجب محاربته حاليا في هذه الظروف ديال التكنولوجيا وفي هذه الظروف اللي جايه استحقاقات كبيره في المغرب، جاي التظاهرات ديال كأس العالم، التظاهرات ديال كأس افريقيا. المغرب يعني كتعتبر من الدول النموذجيه اللي غاديه في واحد الازدهار وغاديه في واحد الارتقاء، فلما لا انه يكون اون باراليل مع سياره الاجره والسائق المهني.